انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال تتواصل مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا هوايم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك انت؟ الحمد لله. اكيد النهارده طبعا استوقفتك في العناوين، يعني استوقفك نشاط السيد الرئيس النهارده والتوجيهات ايضا اللي اصدرها للجهات المعنيه بشان ازاله التعديات على الاراضي الزراعيه وايضا المجاري المائيه خلال 6 اشهر. يعني النهارده اكيد انت هتغطي الموضوع ده بالاضافه ايضا للنشاط بشكل عام. طبعا اكيد طبعا طبعا طبعا، بس انا الحقيقه الجملة دي تحديدا لفتت انتباهي جدا، هي مسألة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية. ده مشروع مهول، وطالما كنا منتظرين حاجة زي كده. ده واحد. اتنين، في كلمة قالها الرئيس كانت مهمة قوي، اللي بيحصل ده خيال. ففي بعض من الناس هيبقى يفكر انه خيال في ايه، وفي بعض آخر زي حالتنا على الأقل بحكم الشغلانة إن إحنا بنتابع اللي بيجرى أول بأول، بس يمكن معرفناش نبلوره أو نبص عليه بمنطق إنه اللي بيحصل فعلا خيال. لأنه حجم اللي اتعمل في مصر خلال 7 سنين، كنت لسه بتكلم مع زميلي العزيز أحمد أشرف، كل حاجة، كل مشروع واحد يساوي برنامج رئاسي على بعضه. يعني لو قلنا مثلا ايه، انه عملية ان احنا يبقى فيه عندنا الكهرباء، يعني اصلاح شبكات الكهرباء والفوائد الكهربية وما الى ذلك، ده لوحده مشروع. يعني ده ينفع يبقى برنامج رئاسي على بعضه، انه حد يجي يقول يا جماعة انا جاي علشان اضبط لكم موضوع الكهرباء، وفي حد تاني هيقول شرق المتوسط مثلا، ده لو جاي على البال يعني. أيوة. مثلا وهكذا. فانت بتتكلم فعلا في 15 20 برنامج رئاسي. صحيح. كل ده اتعمل في 7 سنين او اقل كمان. يعني هو مش بس حجم المشاريع يوسف، ولكن ايضا مساله الايقاع السريع دائما. يعني احنا مشروع بعد مشروع النهارده كمان تحديدا، يعني مشروع ضخم جدا، اكبر محطه ميه بالظبط، يعني اكبر محطه معالجه ميه في العالم. اللي يبص على المحطه من فوق من مسقط راسي يشوف انجاز رهيب، يمكن موجود دلوقتي امامنا على الشاشه. إنجاز المشروع ده مفيد جدا لمسألة التنمية الشاملة بوجه عام، وتنمية سيناء وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، ويمكن زي ما أشارت أميمة، الربط ما بين إن الدولة بتبني وبتعمر في أماكن الاقتراب منها في يوم من الأيام كان خيال. صح. وفي نفس الوقت وتحدي. تنبيه إنه ما ينفعش نبني ونطور وفي حد يجي يتعدى ويخالف، ولذلك كان القرار حاسم والتحذير واضح جدا في اللهجة وفي الأمر، ان بعد 6 شهور ان شاء الله مش هنشوف اي بالزبط. تعديات، لان تكون المعادله متوازنه ومظبوطه. شده وحسم الرئيس النهارده ده حقيقي. في استخدام الجمله رسالة واضحة، كانت ووصلت. اظن يعني محط ملاحظه للجميع بالزبط. الكل لاحظ ده. فيا رب بالتوفيق يا إن شاء رب الله. بالتوفيق بالتوفيق للدوله وليك النهارده في حلقاتك وموضوعاتك وفقراتك ونضم مشاهدينا كالعاده. جو اخويا حبيبي يوسف أميمة، ألف شكر ليكم وشكرا لكل صناع التاسعة. ألف شكر ليكم، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.